تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. جاء ذلك في كلمة له مع بداية الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، حيث أكد عبد الوهاب عبد الرازق أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل معجزات ومعاني عظيمة من حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب. تطيب لنا الليلة ذكرى عطرة ترنو إليها دوما قلوبنا، ألا وهي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. تلك الذكرى التي نستلهم منها ما حملته من معان ومعجزات من حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة. ولا يفوتنا في ظل هذه الذكرى العطرة أن نؤكد على أن المسجد الأقصى ستظل جذور راسخة في قلوبنا وضمائرنا، فهو جزء لا يتجزأ من مقدساتنا الإسلامية، حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ومنه بدأ معراجه إلى السماوات العلى. فأتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة بهذه الذكرى العطرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية.